المتمردة من العلامة البريطانية الصينية MG GT بموديل 2023. نتكلم بالتحديد عن نسخة STD أو فئة الستاندر. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة مجموعة تأجير وكلاء سيارات MG بالمملكة. نستعرض مع بعض MG GT بموديل 2023. نتكلم بالتحديد عن فئة الستاندر. كثير منكم الفترة الماضية طلبني تصوير هذه السيارة، لكن ما سمحت الفرصة غير اليوم، فحبيت أن أصورها لكم ونتكلم مع بعض عن تفاصيل المواصفات ومزايا المتمردة من العلامة البريطانية الصينية MG. بشكل سريع نجري الواجهة الأمامية ونشوف مع بعض بعض التفاصيل وبعض المواصفات وبعض المزايا اللي موجودة عليها. لكن قبل ما نشوف إمكانيات السيارة، خلونا نشوف هنا القلب النابض بشكل سريع. طبعا هنا إمكانيات السيارة وكل تفاصيلها بشكل كامل. نجي للواجهة الأمامية. أول حاجة تلاحظون الإضاءات، طبعاً LED. الشبكة الأمامي جاي تصميم رهيب وجميل، تصميم غير تقليدي وغير اعتيادي من MG لسيارتها المتمردة GT. طبعاً هنا المفترض في فئة الفول كامل تكون كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية، لكن هذه فئة الستاندر بدون كاميرا أمامية، بالإضافة للجزء السفلي جاي تصميم الكاربو فايبر بالجزء السفلي بشكل كامل. هنا فتحات لتهوية وتبريد المحرك بالإضافة للجزء السفلي، نفس الكلام مثل ما ذكرنا. طبعا تتميز هذه السيارة عن سيارات MG بشكل عام اللي هي الـ6 والـ5، تتميز بالإمكانيات والأداء. مثل ما أنتم لاحظين إمكانيات السيارة 120 حصان، فالإمكانيات هنا أعلى. حتى نجي للجزء الجانبي بشكل كامل. نبدأ أول شيء نشوف مقاس الجنط وتفاصيله بشكل سريع. هنا مقاس الجنط 16 إنش، مقاس الجنط 16x55x205، جاي باللون الأسود واللون الفضي. فئة الستاندر نشوف عليها دخول ذكي، إشارات بالمرايات، الجزء العلوي للمرايات للنوافذ عليها كروم بشكل كامل. مثل ما ذكرنا سعر السيارة 64,000. نتكلم بجذر الكسور، ما نحاول نتكلم عن الكسور بشكل عام. هنا حساسات خلفية، الديفيوزر بالخلف. طبعا تصميم الفتحات العادم اكسسوارات، لكن هي تجي فتحة عادم بالجزء السفلي بس. كاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية تدعم أنظمة الأبل كار والأندرويد أوتو أكيد. وهذا الجزء الخلفي بشكل كامل. هنا كنا مخالب للأمانة، تصميم الإضاءات اللي هنا جاية جميلة جدا مناسبة. دخول الذكي للمعلومية بكل الفئات بس على باب السائق، أما باقي الأبواب فكلها بالمفتاح. هذه فئة الفول كامل سعرها 81,000. راح أترك لكم التغطية اللي حاب يشوف تفاصيل الفول كامل بشكل كامل. 81,000. طبعا هنا موديل 2022 عليه عرض السداء 3,000 بالوقت الحالي ب76، يعني فرق السعر مثل ما انتم ملاحظين، ولا استرداد كمان، فما شاء الله ضمان السيارة 5 سنوات او 200,000 كيلو. اشوفها ان من اكثر السيارات تميز من ناحية الضمان، 5 سنوات او 200,000 كيلو. باقي الشركات فتلقى 5 سنوات، المعذرة، هنا 6 سنوات او 200,000 كيلو، باقي الشركات 5 سنوات او 150,000 كيلو. هنا كلية البنزين بمشينا كم؟ 18.9 كيلو، تقييم ممتاز، بنزين 91، دفع امامي 2023، محرك 1500 سي سي. هنا الجزء الداخلي تطريز باللون الاحمر، طبعا مثل ما انتم ملاحظين التطريز بشكل كامل.
مقابض داخلية كروم، نوافذ كلها كهربائية، مساحة تخزين بالأسفل ما شاء الله، هنا جلد وهنا بلاستيك. بالإضافة لهذا الجزء خلونا نشوف بشكل سريع، في فتحات للتكييف بالخلف، أكيد منفذ USB أكيد موجود هنا، لكن السيارة للأسف ما فيها تكاية بس، لكن فيها مثبت لمطبخ الأطفال أو الأيزوفيكس موجود. رأيكم بالتصميم الداخلي؟ شوف هنا جميل 3D، طبعا هنا 3D ما شاء الله، هنا التطريز باللون الأحمر مثل ما ذكرنا، تحريك المرتبة يدوي بالنسبة للسائق، بالنسبة للراكب، النوافذ كلها كهربائية، مقابض داخلية كروم، هنا تطريز باللون الأحمر، وهذه هي بشكل كامل بالنسبة للجزء الخارجي. نجي نشوف مع بعض بعض التفاصيل بفئة الفول كامل، نشوف الجزء الداخلي بفئة الفول كامل. هذه فئة الفول كامل، رأيكم بالتصميم بفئة الفول كامل؟ حدث ولا حرج، تصميم جميل وأنيق. ما ودي أحرق عليكم الفيديوهات اللي صورناها قبل، اللي حاب يشوف التغطيات راح نتركها لكم في خانة الوصف، فشوفوها بشكل كامل. هنا النوافذ، قفل مركزي، مقابض داخلية كروم، التحكم بالمراية الجانبية، هنا التحكم بالإنارة، التحكم بأنظمة الصوت والميديا والرد على المكالمات هنا، وهنا الشاشة الوسطية، الشاشة الصغيرة، تشغيل السيارة بالبصمة، هنا الجير، بريك الكتروني، اوتو هولد، حامل اقوام اثنين، الدرج، منفذ USB ومنفذ تايب سي، الشماسات، اضاءة داخلية، هنا المرايات. فنفس التصميم اللي شفناه على MG5 بالنسبة للتفاصيل والتجهيزات الداخلية. طبعا في النهاية اتمنى التغطية نالت اعجابكم، حبينا نغطيها لكم بشكل تفصيلي وسريع، فلأن كثير من الناس سألوني وش اللي فيها وش اللي ما فيها، فحبينا نتكلم عنها. اول حاجة اختلاف في المحرك، هنا 120 حصان، هناك ما شاء الله 176 حصان. هنا طبعا مثل ما انتم ملاحظين مراتب جلد تحكم فيه، مراتب مخمل قصدي تحكم فيه يدوي، هناك لا مراتب جلد تحكم فيه كهربائي، هناك في كاميرات محيطية 360 درجة، هناك في مواصفات كثيرة، اختلافات كثيرة غير فتحة السقف، في تفاصيل كثيرة، لكن ما راح احرق لكم الفيديو الثاني. اللي حاب يشوف التقطيع في خانة الوصف، في امان الله.